السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بالحديث عن خبر أقل ما يقال عنها أنه مأساوية وصادمة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. كتبت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك مساء أمس السبت عن خبر أليم جدا أحزن كل من قرأوه. أين قالت هذه الصفحات أن سائق شاحنة من نوع شاكمان دهس ابنيه توأم البالغان من العمر 4 سنوات عن طريق الخطأ بعدما كان يلعبان تحت عجلة هذه المركبة. وفي انتظار تأكيد الخبر من الجهات الرسمية، طلب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من أولياء الأمور وخاصة ممن يملكون مركبات بضرورة تفقد سياراتهم ومركباتهم جيدا قبل الإقلاع، خاصة وأن مثل هذه الحوادث انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة مسببة مآسي حقيقية وخاصة لمن يتسبب فيها، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.